أولا ساعة كلمة ممكن إضافية حول المؤلفة أهليتها لكتاب هي الطبيعية نظرا لاختصاصها، فما أهلية مهنية في البداية، أنا يعني اختصاصها في باري دوفين هو علم اجتماع المنظمات، إذن ما كانش مجرد اختيار هكا اعتباطي ولا اختيار بالقرعة، أي سي بورتور باش نحكي على الجي تي تي، ظهري فما اون كومبيتونس انيسيال موجودة في الأصل، هذه النقطة الأولى. ثانيا كما بين فتحي بكريكا هلا اللي تومبي دون لو سانديكاليزم توت بتيت كوا من اللي هي صغيره كانت تتعايش الشان النقابي وتسمع به وتعيش يومين لان باباها نقابي اولا لان امها مناضله معروفه عرفوها الكل اللي فقدناها المده الاخيره ونقابي مش نقابي فقط لكن نقابي فكر في الفكر النقابي والف الكتاب نتاعو المعروف تاريخ الحركه النقابيه من 1900 الى 1981 هذا من الكتب اللي هم جزء من سكو جابيلغي لا ترانزيسيون انتلكتويل عندنا مرحله انتقاليه نشوفوها دائما مقاربتنا لها ديما السياسيه بل حتى السياسويه او اجتماعيا عندنا استحقاقات كما يقال اليوم انا حول المؤسسات باش تبنى في المرحله الفنيه والفنيه وننساو اهميه بالحساسيه الاستراتيجيه للتفكير والبحث الميداني من هذه الزاوية كتاب هالة هو من المؤلفات التي كتبت لتبقى كان هاجس في القيم بهذه الدراسة حول دور الاتحاد هو أن أفهم انتظارات التونسيين لما يجب أن يكون عليه إدارة عادلة للخلاف وإدارة عادلة لشأن العام بما معناه الخطاب حول الديمقراطية هو عادة خطاب كوني نقول أن الديمقراطية لازم تكون عنا ديمقراطية ولما نلاحظ تاريخ الشعوب نلاحظ أن كل شعب كان له طريقة خاصة في ترجمة الخطاب على الديمقراطية في مؤسسات ديمقراطية معينة وهذه المؤسسات في غالب الأحيان تخضع لثقافات سياسية متنوعة مثلا المؤسسات الديمقراطية الأمريكية تختلف جدا عن المؤسسات الديمقراطية الأمريكية والفرنسية أو الإيطالية بالنسبة لمرحلة التأسيس الديمقراطي في تونس الاتحاد بالنسبة لي كان مخبر مميز لأفهم انتظارات التونسيين لما هو حوكمة راشدة أو إدارة عادلة للخلاف لأن الاتحاد بحكم تاريخي وبحكم أنه مجتمع تونسي مصغر أرسى قاعدة توافقية في إدارة الخلاف داخل الاتحاد وهذه القاعدة التوافقية هي نفسها التي استعملت في إرساء آليات لتسيير فترات الانتقالية مروراً من مجلس الوطني لحماية الثورة إلى بعد ذلك دوره في الحوار الوطني الاتحاد بحكم تركيبته المتنوعة كما تعلمون الاتحاد يضم فئات اجتماعية متعددة قطاعات متعددة جهات مختلفة وهذه التركيبة جعلت له هوية معينة يعني أن الاتحاد ليس سلطة مضادة بالمعنى الكلاسيكي الاتحاد وكما يحلو للنقابين تسميته هو في الواقع قوة توازن وليدة توازنات دقيقة في صلب الاتحاد بين اعتبارات سياسية جهوية ومصالح قطاعية وأيضا تجاذبات سياسية وفي نفس الوقت هو رهين كذلك موازن القوى خارج الاتحاد موازن القوى الاقتصادية والسياسية وهذا ما يجعل منه لا يمكن أن نتعاطى معه بشكل كلاسيكي هو أم الأرجح قوة توازن أكثر منه منظمة رقابية بالمعنى الكلاسيكي وهنا السؤال الذي يطرح نفسه كيف سيحافظ الاتحاد على نفسه من خطر التلاشي ويحافظ على ما تبقى في البلاد من مكاسب اجتماعية وطنية مهددة بالموجة الليبرالية الجديدة التي تفرضها جهات التمويل. أنا أفصل لما أتكلم عن دور الاتحاد في المسار الثوري أفصل بين مرحلتين المرحلة الأولى هي المرحلة التي من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2010
2011، وبعد مرحلة ثانية ما يسمى بالانتقال الديمقراطي الذي نافس المسار الثوري من 14 جانفي 2011 إلى جانفي 2014. بالنسبة للفترة الأولى، الاتحاد العام التونسي للشغل بضغط من الهيكل القاعدية والهيكل الوسطى تمكن من لعب دور مهم في المسار الثوري، بمعنى أنه قدم السند اللوجستيكي والرمزي للحراك الشعبي العفوي، كان مركز تنسيق بين المكونات المجتمع المدني، كان أيضا ديناميكية الاتحاد من الداخل كانت مهمة جدا، لأن يمكن أن نلاحظ من داخل الاتحاد كيف أن القواعد ضغطوا على البيروقراطية النقابية لتتبنى الإضرابات التاريخية الجهوية في تونس وفي صفاقس وفي سيدي بوزيد. وهنا الاتحاد بالنسبة لي الاتحاد كمنظمة تحرك بضغط طبعا من القواعد الداخلية والهياكل الوسطى. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية دخل في المعركة السياسية، وصار دوره دور وسيط في الحقيقة بين الحراك العفوي والهياكل السلطة. وهنا أريد أن أقول شيئا، إنه الانقسامات اللي كانت موجودة في الساحة السياسية بين داعمين للاستمرارية المؤسساتية والشق الراديكالي الذي يريد قطاعة نهائية مع النظام السابق، هو نفس هذا الانقسام كان موجودا أيضا داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. يعني لا نستطيع أن نتكلم عن الاتحاد ككتلة متجانسة، لكن موازين القوة جعلت الاتحاد بلعبه دور الوسيط. الثوريون الذين يسقطون على الاتحاد الثوري كانوا قد خيب ظنهم، وكذلك الإصلاحيين الذين كانوا يريدون أن يقوم الاتحاد بدور إصلاحي كذلك خيب ظنهم، لأنه كان قوة توازن. هل نجم نقول شكون الشقين هيمن أو تغار؟ كذلك هناك فترات، يعني الاعتصام القصبة الأولى والاعتصام القصبة الثانية، الاتحاد نزل بكل ضغطه لأنه يعرف يسمع الاتحاد، يعني الضغط الشعبي كان مع القطاع، هو نزل بكل ضغطه باش يدعم القصبة واحد والقصبة اثنين. في نفس الوقت التجاذبات السياسية خليته يحاول يلقى توازن وتوافق مع القوى الاقتصادية والسياسية الأخرى. يعني ماهيش ما نجمش نعطيك إجابات قطعية، هو كان دائم رهين موازن القوى الداخلية والموازن القوى والخارج. اللي نحب نأكد عليه هو المعطى المؤكد، هو انتهاء الحالة الاحتكارية في علاقة الاتحاد بالحزب الحاكم، وهناك أيضا بروز قوى سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة. التحدي الآن بالنسبة للاتحاد، القوى الاجتماعية مثلا تعدد النقابي، أقصد تعدد النقابي، الحركة الاجتماعية من نوع جديد مثلا لنيون دي ديبلومي شومور، قوى اقتصادية في التاريخ كان القوى الاقتصادية المحلية في تعامل أكثر مع أوروبا، الآن أصبحت هناك قوى اقتصادية تتعامل مع دول الخليج مع أمريكا. يعني هناك تنوع في المشهد الاقتصادي والاجتماعي. لوتيكا مثلا صار عندها أهمية أكبر من وقت بن علي. دونك هذا ما أقصد من ناحية بروز قوى اقتصادية واجتماعية جديدة. هذا المشهد الجديد على الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يجعل الاتحاد أمام تحدي، وهو تحدي إعادة الهيكلة. الإجابة على سؤالك، في الاتحاد هناك كذلك خلاف، هناك الشق الإصلاحي الذي يريد أن يواصل الاتحاد تفاوض مع النخبة السياسية والاقتصادية الحاكمة مقابل زيادة في الأجور وضائلة، وشق أكثر راديكالية يطالب الاتحاد بأن يدمج المسائل الاجتماعية ذات البعد الوطني كما المديونية كما البطالة كما خصخصة القطاع العام في صلب المشروع التحرري الذي طرحه عن نفسه منذ نشأته. يعني المسألة لم تعد قوة توازن أو لا، كيف تغير المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي سيؤثر على هوية الاتحاد وسيؤثر على دوره في المشهد العام.
الاتحاد كانت له ولا ما زال عنده تنظيم هرمي مركز ركز وكرس المركزية في اتخاذ القرار. التنظيم الهرمي هذا ركز كذلك هيمنة البيروقراطية النقابية وكان محل نقد من طرف الهيكل القاعدية والهيكل الوسطى. وفي نفس الوقت يجب الإشارة إلى أن هذا التنظيم هو الذي سمح للاتحاد أن يحافظ على لحمته وساعده في الصمود أمام الأزمات الداخلية والخارجية المتعددة التي عاشها في هذه الفترة. الآن السؤال هو كما قلت سابقا هناك تجدد، هناك بروز قوى اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة، هناك تعدد نقابي، هناك تعدد سياسي. ما هي الهيكلة الجديدة التي تسمح بخلق توازن بين أهمية تمثيلية أكبر للجهات المهمشة للشباب للنساء تتماشى مع تطور المجتمع التونسي وفي نفس الوقت تحفظ توازن تحفظ وحدة طبقة شغيرة؟ هذا هو الرهان والتحدي. الحاجة الثانية كيف إعادة هيكلة الاتحاد باعتبار أن الحالة الاحتكارية مع الحزب الحاكم انتهت؟ يعني ما هي الهيكلة التي تخول الاتحاد أن يصبح أكثر ديمقراطية في اتخاذ القرار وكذلك في نفس الوقت يتفادى خطر الانفلات وخطر تكريس المطالب الفئوية على حساب المسائل الاجتماعية والاقتصادية؟ يعني التحديات الاجتماعية مربوطة بالتحديات الهيكلة، مربوطة بالتنظيمية الهيكلة. يعني هوية الاتحاد التي كانت مبنية أساساً في علاقتها ببناء الدولة وفي علاقتها بالحزب الحاكم، الآن المشهد تغير. والله هذا سؤال صعب لا أستطيع الإجابة عليه لأن هناك مشكلتين. المشكلة الأولى أنه التحدي الموجه للحراك الاجتماعي من نوع جديد هو تحدي تنظيمي. من هذه الناحية الاتحاد هو مثال للتنظيم، يعني هل سيستطيع هذا الحراك العفوي الجديد أن يجد آليات تنظيمية جديدة تخوله أن يكون قوة فاعلة في المشهد السياسي والاجتماعي؟ هذا من ناحية. في ناحية ثانية هناك أمر مهم يجب أن لا ننسى أن الاتحاد هو بالأساس يدافع عن الطبقات الوسطى المنضوية تحت سقفه، يعني في تحديد الأولويات ستكون الأولوية للطبقات المنضوية على أكيد طرح على نفسه مسائل قضايا سياسية واجتماعية ذات بعد وطني، ولكن الدفاع عن المطالب أعضائه كانت من الأولويات، وهذا جعل لديه علاقة ملتبسة بالحراك الاجتماعي. يعني سوف يساند المعطلين عن العمل لأنهم حشد للتعب، ولكن لما يفاوض على مشكلة البطالة مثلا ولا الحوار الوطني لا يستدعي المعطلين عن العمل. يعني طريقة التعامل مع الحراك الاجتماعي هي مقترنة بطريقة إذا نعم أو لا الحراك الاجتماعي الجديد سينظم نفسه ويجد آلية تنظيم جديدة، وكذلك علاقة الاتحاد بتطوره. التحدي بالنسبة مع رأيي الشخصي بالنسبة للاتحاد وهو تحدي للنخبة السياسية بطريقة عامة، هي كيف أن نتفادى الفجوة الموجودة واللي هو العميقة الموجودة الآن بين النخبة السياسية والاقتصادية والثقافية والحراك الاجتماعي اللي عنده ألوان أخرى مثل الظاهرة السلفية التي بالنسبة لي نوع جديد من تحدي السلطة، من تحدي قبل أن تكون ظاهرة دينية هي نوع جديد من تحدي السلطة السياسية والاقتصادية. هل سيمكن للاتحاد أن يساهم في تقليص هذه الهوة؟ وهذا هو كذلك تحدي تفرضه الأوضاع على الاتحاد.